انه انت ضروري تنفعل وتتركها للمخلوقة تروح؟ ما بعرف هيك طلع معي. لك ما بصير ما بصير يا عديل، هي بتضل مرتك يا اخي. لك يا ابن الحلال، اخي من امبارح مراجع على البيت ولا بعرف وينه، وهي لسه بتقلي متغير ومو متغير، استفزتني. ايه بس مو لدرجة انك تقلع من البيت يا عديل. هلا هي وينها هلا؟ هي صارت بالبيت، راحت حماتك رجعتها. كثير منيح، لكن لدق لامي خليها تروح لعندي على البيت بلكي بتحل القصة. زينة العقل. المهم هلا، والله ماني عارفان كيف بدي افتح معك الموضوع يا عديل، خجلان منك. بس انت بتعرف انه اخوك لؤي هلا ظروفه على الحديدة، مشان هيك قلت يعني بلكي بتديني شي مبلغ، واول ما يطلع شريكي ويظهر فوريا رح اجي كيش لك اياهم. ايه ما تاكل هم ما تاكل هم، ان شاء الله بتنحل يعني، خلص يعني بظبط اموره اني ظبطك يعني. كبير يا عديل، وعد اول ما بيظهر هالمحتال هاد بوشي لعندك فورا. خلص قلت لك لا تاكل هم. بونجور. هاي كيفك؟ تمام. لؤي عديل. اهلا وسهلا. شرفنا. شوف حلو ما شاء الله. جاي؟ المدام جوا اعلاميه بقناه ال ام تي في، وهي جارتي بالبنايه، وهي كمان حتكون معنا هون بمكتب الجريده. اهلا وسهلا، شرفنا. شرفنا. ماشي، انا بالاذن اكيد في شغل خاص بيناتكم. حبيبي ام لؤي. الى اللقاء. باي باي. باي باي. باي باي. نلتقي. هلا. تفضلي. اهلين انسه جوا، شو شربك انسه؟ والله قهوه. لك ابي راسي. رح شربك فنجان قهوه مشان تروي، ما في مشكله الا رح حلال معلم، خلص. ابو عبده بلا لعي. دول الانسه جوا يعني مو غريبه ابنه، بعدين انا كرست لها كل شيء، صار عندك كل شيء هلا. الله لا يوفقك. ابو عبده انقلع من وشي. حاضر استاذ، حاضر حاضر.